شيخ بعض الناس يفرط في الأذكار، تجد أنه يصبح ويمسي من غير ذكر من غير شيء. الأذكار شأنها عظيم وفضلها كبير، والسعيد من الناس هو من وفقه الله لذكره، فهي عطية من عظيم عطايا الله للناس. فيكفيك قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم. قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. لا إله إلا الله. ويقول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بارك الله فيك. الذكر عموما احرصوا عليه، اذكار الصباح، اذكار المساء، الاذكار عند النوم، الاذكار عقب الصلاة. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. الله أكبر، أكبر من كل شيء. سبحانه.